عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة حول حقوق المرأة. وفي هذا الصدد أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أهمية وتعزيز دور المرأة في المجتمع، واعتبرت المملكة العربية السعودية تمكين المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية يساهم في تطور ونمو المجتمعات. كما أكدت المملكة إيفائها والتزامها لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة مع الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية. تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياته، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف ومساواتها مع الرجل بالأجور. وتهدف الرؤية إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. وتضمنت كلمة رئيس قسم حقوق الإنسان مجعل بن علي البلوي رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وتوفير فرص العمل لما يقارب حوالي مليون امرأة سعودية بحلول 2030. وقد أشادت بعض الدول برؤية المملكة واعتبرتها ضمن الجهود الدولية لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع. أصدر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله مؤخرا أمرا ملكي بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي عد استكمال لما تقوم به حكومة المملكة تمكين المرأة بالشغل المناسب القيادية. وأشار رئيس قسم حقوق الإنسان ببعثة المملكة بجنيف في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إلى الأمر الملكي بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية وإيفائها بتعهداتها تجاه مواثيق حقوق الإنسان. أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان إيفائها والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة دون المساس بالشريعة الإسلامية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.